في ايه؟ في هنا محطات لطيقه، واخد بالك؟ في انترنت، في بتاع الفار ده، في الحاجات دي، واي فار. في مشاكل بتحصل يعني من الناس بيقول لك الاجره غاليه مثلا ولا لا؟ لا لا، هم بتطبقوا بالظروف الموجوده. طب انت شايف ان الناس بتكبر على النوع ده يعني؟ الشباب بيركبوا بالقصد يعني ان هم عاوزين يشوفوا الانترنت. ايوه بالظبط كده. ممكن هو مجرد ما بيشوف كده الاتوبيس من بره يعرف اللي هو فيه، بيقوم طالع راكب وبتاع كده. هو كده 11 اساسا شغال يعني، الخط ده كمان شغال عليه اقبال بتاع المطار ده. ايوه، لان العربيه الوحيده اللي بتمشي صلاح سالم مطار. فدي يعني بتوفر في الوقت مثلا نص ساعه او ساعه، يعني لو راح المطار من الروكسي او من مصر الجديده او من المطريه بيغير. طب ايش معنى الخط ده بالذات اللي عملوا فيه الانترنت والحاجات دي؟ هو ان شاء الله يعني في خطوط كتير. انا لسه هقول لحضرتك، هو ان شاء الله كل الخطوط هتتعمل كده، بس ايه يعني ايه واحده واحده بالتدريج. ايوه، لان الميزانيه جامده والمصاريف جامده، ما يقدروش يعملوا النقل الجماعي كله كده. فكله بقى ايه، كل صاحب شركه عايز يتطور ايه للاحسن. هي دي مش تبع النقل العام؟ مش تبع هيئه النقل العام؟ هي خاضعه لهيئه النقل العام، لكن هي خاصه، شركه خاصه. هي بتسال يعني، لكن خاضعه لهيئه النقل. يعني لو وصيتي كده محافظة القاهرة هيئة النقل العام، شركة القاهرة تمام، يعني خاضعة لهيئة النقل العام بأي طبعا بالتذكرة بتاعتها. ما ينفعش ان هي مثلا تبقى ب2 جنيه ونص من نفسها، ما ينفعش ب3 جنيه من يعني نفسها. يعني هيئة النقل العام هي اللي محددة برضو سعر المحافظ كمان محدد. يعني احنا رحنا وقابلنا المحافظ وطلع شاف العربية وشاف الانترنت وشاف الكلام ده كله، واخد بال حضرتك؟ ولقى العملية كويسة. وبعدين بيني وبينك يعني انت لو حسبتيها هتلاقي ايه؟ ان ال 2 جنيه ونص مش حاجه بالنسبه للمطار. الاسم كمان الاسم التواصل بين السيارات يعني شايفها ان هي عادي. لا يا عادي، عادي اللي رايح المطار، عادي اللي رايح شركه. في ناس عندها تخوف ان بعد كده يبقى سعر التذكره 2 ونص، بس ما بقاش فيه بقى الخدمات اللي هي الانترنت ولا لا لا لا، هي فيها اساس لان صاحب الشركه يعني ما. طب لو في مشكله في الانترنت انت ممكن تطلع بالعربيه بتاعتك ولا لا؟ ما انا ممكن اطلع بيها وهم يجوا المهندس يقابلني في المطار. هو هنا مشكله من عندك. انت فاهم حضرتك؟ تمام، بس لو في مشكله انت هتطلع وتاخد ركاب. بس هم اصلا راكبين، لو الناس راكبه على الواي فاي. انا فاهم وجهه النظر. تمام، بس ما ينفعش ان انا بس ما عشان الانترنت تركب الاتوبيس. انت فاهماني ولا مش فاهماني؟ تمام. بس في طبعا ايه، في بتتصل مثلا بصاحبها، واخده بال حضرتك؟ تمام، بتتصل بيه بتقول له الانترنت مثلا عطلان. وانت بعيد. تمام. الفار برضه عطلان. المهم هم برضه بيقوموا جايبين مهندس حل الشاشه مظبطها، يعني ممكن العربيه مثلا دي ما فيهاش شاشه يبقى لسه محلوله على بال ما يروح المطار. يعني دي ناقصها برضه حاجه، دي ناقصها شاشه، هجي لك. ما هو الشاشه موجوده. تمام، بس برضه في ايه يعني ايه؟ زي ما تقول العربيات دي كانت المفروض تنزل اول السنه فنزلوها بدري. ثلاث اربع تعجلوا فيها. الله ينور عليك. لسه بيظبطوا بقى الحاجات يعني هي لسه فيها حاجات ناقصه. زي زي ايه ناقص؟ لا مفيش الا الشاشه. فاجئت لسه حضرتك المكنه. المكنه اولا الكارت الذكي. تمام، كارت ذكي ان شاء الله باذن الله تعالى. ممكن بس تقول تعرفني بحضرتك؟ انا ريهوان سوي، رئيس التفتيش النقل الجماعي. تمام، عربيات شركه القاهره النقل الجماعي. تمام، حضرتك لسه باذن الله تعالى كده قريب ان شاء الله وقرب فرصه هتجي لك ان شاء الله. الكارت الذكي هيتحط طبعا حضرتك العربيه. انت الراكب ده يبقى شهري. يعني زي اشتراك شهري. اشتراك شهري للراكب. ده يبقى سعره كام مثلا؟ لا على حسب لسه الامكانيات، يعني لسه ما تحددش. تمام، بيتحط طبعا في اماكن معينه تبع الشركه بتاعتنا. بيطلع يدفع مثلا فلوس. تمام، بياخد الكارت ده بيطلع العربيه. تمام، بيدي للسواق الكارت بيحطه في المكنه. تمام، ويقدر يقعد ايه في العربيه. تمام، بالنسبه ورا الانترنت شغال تمام تمام الحمد لله ومفيش اي مشاكل. تمام، ولسه الشاشه برضه الشاشه شغاله وان شاء الله في كمان الشاشه دي اللي هي فوق العرض العربيه. فوق العرض بتاعت العرض العربيه. تمام. وتاني حاجه ده احنا بنستاذنك عشان احنا مضطرين نركب معاك. هركبك عربيتين لو تطلع بعدين. كل عربيه 5 دقايق على فكره. كل بين عربيه 5 دقايق. تمام، الخط بتاعتها عندنا خط بقى اللي هو ايه 111 324. 111 ده بيطلع هيك من مطار صلاح سالم دوران شبرا. 324 ده بيطلع الله صل على النبي، بيطلع برضه من المطار بيخش مصر الجديده روكسي. تمام، شارع شبرا مزلاط. تمام، نسبه العربيات بتاعتنا اللي هي 111. تمام، 15 عربيه. والعربيه اللي هو 324 10 عربيات. ولسه برضه ايه في عربيات جايه جديده ان شاء الله كمان. تمام،
كليل الاكمال برضو فيه خطوط تانية نازله جديده بتاعتها 200 يوم ونص وفيها واي فاي. في حد لا مفيش حد ومريش هتشتري النسبه بالنسبه للركاب ما فيش الحمد لله رب العالمين لغايه دلوقتي عاد اشتكت. ودي في مواقع محجوبه بما ان حضرتك مهندس في مواقع حاجه بت زي مواقع اللي هي يعني المواقع اللي هي مش كويسه في حجب المواقع ولا مفيش في يعني تحكيم لا 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 مفيش تحكم مفتوح كل حاجه مفتوح كل حاجه النت النت في داونلود ولا بس هو يتصفح الانترنت لا الانترنت هو ده عندنا في ناس بتحكم عندنا شبكه كامله تمام يعني كاملة. ممكن يعمل داونلود شغال 24 ساعه ده كل حاجه يعني يقدر يعمل داونلود وهو في كل حاجه دي شامله بقى شامله انك شبكه شغاله ما فيش مواقع محظوره لا وعندي كمان عندي شبكه كمان بالنسبه لنا احنا عندنا حاجه اسمها عمليات تمام ديت بتعرفنا العربيه قدامنا مثلا العربيه قدامها قد ايه هي قدامها دي في عربيه قدامها ولا لا لا قدر الله بس العربيه بتاعتنا حد من تعرف حضرتك في ثوره وكده واتاخدت العربيه ولا حاجه بيعرف موقع العربيه فين عشان فيها جي بي اس هي ماشيه مثلا السواق طلع مثلا حضرتك عدى زميله ولا حاجه برده لسه التقادم برده بياخد خصم ممنوع التدخين اصلا كمان كان عندنا في العربيه اصلا ممنوع التدخين خالص للسواق ولا السواق ولا الراكب تمام مثلا على سلامه العربيه ولا على السواق تمام اول عربيه انا